السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025، ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في المغرب بإذن الله تعالى. واليوم اليوم السبت الموافق 16/11/2024، وغدا الاحد باذن الله تعالى تبدا مباراه الجوله السادسه والاخيره من التصفيات. قبل ما ابدا الفيديو ارجو من حضراتكم الدعاء لاخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا وفي كل بقاع الارض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في سياح جناتك. اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الصهاينه، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه الصلاه والسلام. اليوم السبت 16/11/2024، اثيوبيا خسرت من تنزانيا 0-2، وغينيا فازت على جمهوريه الكونغو الديمقراطيه 1-0، احرز الهدف سيريو غراس في الدقيقه 92. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على المباريات السابقه في الجوله الخامسه. الجوله الخامسه بدات يوم الأربعاء 13/11/2024، ناميبيا تعادلت أمام الكاميرون 0-0، ليبيريا فازت على توجو 1-0، التشاد تعادلت أمام سيراليون 1-1. يوم الخميس 14/11، لوسوتو فازت على أفريقيا الوسطى 1-0، غينيا الاستوائية تعادلت أمام الجزائر 0-0، جنوب السودان فازت على الكونغو 3-2، بروندي تعادلت أمام ملاوي 0-0، مدغشقر خسرت من منتخب تونس 2-3، رواندا خسرت من ليبيا 0-1، النيجر فازت على السودان 4-0، بنين تعادلت أمام نيجيريا 1-1، بوركينا فاسو خسرت من السنغال 0-1. يوم الجمعة 15/11/2024، بوتسوانا تعادلت أمام موريتانيا 1-1، أوغندا خسرت من جنوب أفريقيا 0-2، الرأس الأخضر تعادلت أمام منتخب مصر 1-1، زامبيا فازت على كوت ديفوار 1-0، موزمبيق خسرت من مالي 0-1، إسواتيني تعادلت أمام غينيا بيساو 1-1، زيمبابوي تعادلت أمام كينيا 1-1، غامبيا خسرت من جزر القمر 1-2، الجابون خسرت من المغرب 1-5، وأنجولا تعادلت أمام غانا 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، المجموعة A الأولى تضم تونس المركز الأول 10 نقاط، جزر القمر المركز الثاني 9 نقاط، غامبيا المركز الثالث 5 نقاط، ومدغشقر المركز الرابع الأخير 2 نقطة. وكده تونس وجزر القمر هما اللي تأهلوا من المجموعة A إلى أمم أفريقيا 2025. المجموعة B التانية تضم المغرب المركز الأول 15 نقطة، العلامة الكاملة، المنتخب الوحيد اللي له علامة كاملة، الجابون المركز الثاني 7 نقاط، لسوتو المركز الثالث 4 نقاط، وأفريقيا الوسطى المركز الرابع الأخير 3 نقاط. قلنا إن المغرب تأهلت بنسبة 100% وهي كمان البلد المستضيف. الجابون فرصتها 95% و5% لسوتو في التأهل يعني. المجموعة سي الثالثة تضم منتخب مصر المركز الأول 13 نقطة، بوتسوانا المركز الثاني 7 نقاط، الرأس الأخضر المركز الثالث 4 نقاط، موريتانيا المركز الرابع الأخير 4 نقاط. منتخب مصر متابعينا الكرام متأهل طبعا إلى أمم أفريقيا 2025 100%. بوتسوانا نسبتها تقدر تقول كده نسبتها في التأهل يعني 90%، 5% للرأس الأخضر، وموريتانيا 5%. يعني الموضوع مش سهل يعني، لازم موريتانيا عشان تتأهل لازم بوتسوانا تخسر، والرأس الأخضر اللي هتلعب مصر، الرأس الأخضر لعبت مصر خلاص، الرأس الأخضر هتلعب موريتانيا بقى دلوقتي، لازم مصر تكسب بوتسوانا حلو، ولازم موريتانيا تكسب رأس الأخضر، ساعتها موريتانيا تتأهل. متابعين الكرام، المجموعة دي الرابعة تضم نيجيريا المركز الأول 8 نقاط، بنين المركز الثاني 7 نقاط، رواندا المركز الثالث 5 نقاط، وليبيا المركز الرابع الأخير 4 نقاط. صحيح ليبيا الأخير، ولكن لسه مؤجل لها مباراة أمام نيجيريا، لو فازت فيها الدنيا تبقى زي الفل، ولكن حتى الآن نيجيريا هي المتأهلة بنسبة كبيرة جدا يعني، فاهم قصدي؟ يعني نسبة كبيرة يعني. تمام، نيجي للمجموعة إيه، المجموعة الخامسة تضم الجزائر المركز الأول 13 نقطة، غينيا الاستوائية المركز الثاني 8 نقاط، ليبيريا المركز الثالث 4 نقاط، وتوجو المركز الرابع الأخير 2 نقطة. الجزائر تأهلت إلى أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وغينيا الاستوائية أيضا تأهلت إلى أمم أفريقيا.
المجموعة اف الستة تضم انجولا المركز الاول 13 نقطة، السودان المركز الثاني 7 نقاط، النيجر المركز الثالث 4 نقاط، غانا المركز الرابع والاخير 3 نقاط. غانا خلاص خرجت، انجولا تأهلت رسميا الى امم افريقيا 2025. بالنسبة للسودان فرصتها في التأهل كبيرة، تصل الى 90%، والنيجر 10%، يعني لسه مش 100% السودان. المجموعة جي، المجموعة السابعة تضم زامبيا المركز الاول 10 نقاط، ساحل العاج او كوت ديفوار المركز الثاني 9 نقاط، سيراليون المركز الثالث 5 نقاط، والتشاد المركز الرابع الاخر 3 نقاط. زامبيا وساحل العاج هما اللتين تأهلوا الى افريقيا 2025. مجموعة اتش، المجموعة التامنة تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الاول 12 نقطة، غينيا المركز الثاني 9 نقاط، تنزانيا المركز الثالث 7 نقاط، واثيوبيا المركز الرابع الاخر نقطة وحيدة. جمهورية الكونغو الديمقراطية تأهلت إلى أفريقيا 2025. غينيا بنسبة 80% تأهلت، وتنزانيا بنسبة 20%، لأن لسه قريبين من بعض فيها النقاط، وإن كانت غينيا طبعا يعني متصدرة أو فايزة عليها، أو بمعنى صح أعلى منها بنقطتين يعني. نيجي للمجموعة أي، المجموعة التاسعة تضم المركز الأول مالي 11 نقطة، موزمبيق المركز الثاني 8 نقاط، غينيا بيساو المركز الثالث 5 نقاط، وإسواتين المركز الرابع آخر نقطتين. مالي بنسبة 100% تأهلت إلى أفريقيا، موزمبيق بنسبة 93% تأهلت، وغينيا بيساو لها 7% الباقيين في التأهل. إسواتيني خرجت طبعا خلاص. نيجي للمجموعة جي، المجموعة جي العشرة والأخيرة العشرة، الكاميرون المركز الأول 11 نقطة، زيمبابوي المركز الثاني 9 نقاط، كينيا المركز الثالث 5 نقاط، وناميبيا المركز الرابع الاخر نقطة وحيدة. الكاميرون وزيمبابوي الاثنين تأهلوا الى افريقيا 2025. المجموعة كي، ال11 تضم جنوب افريقيا المركز الاول 11 نقطة، اوغندا المركز الثاني 10 نقاط، الكونغو المركز الثالث 4 نقاط، وجنوب السودان المركز الرابع الاخير 3 نقاط. وجنوب السودان خرجت من المنافسة، وكذلك الكونغو، فجنوب وجنوب السودان والكونغو، جنوب افريقيا واوغندا هما الاثنين تأهلوا الى افريقيا 2025. مجموعة ال 12 والاخيرة تضم السنغال المركز الاول 13 نقطة، بوركينا فاسو المركز الثاني 10 نقاط، بوروندي المركز الثالث 4 نقاط، ملاوي المركز الرابع الاخر نقطة واحدة. وطبعا السنغال وبوركينا فاسو تأهلوا الى افريقيا 2025. فكده المنتخبات اللي تأهلت حتى الان: 1 السنغال، 2 بوركينا فاسو، 3 جنوب افريقيا، 4 اوغندا، 5 الكاميرون، 6 زيمبابوي، 7 مالي، 8 جمهورية الكونغو الديمقراطية، 9 زامبيا، 10 كوت ديفوار، 11 أنجولا، 12 الجزائر، 13 غينيا الاستوائية، هنا لسه 14 منتخب مصر، أقول لك نيجيريا معانا، 15 نيجيريا، بوتسوانا لسه برضو، يبقى كده 14، 14 ماشي، المغرب 15، تونس 16، جزر القمر 17، 17 من 24 منتخب، يعني في لسه 7 منتخبات لسه ما حسموش تأهلهم بنسبة 100%. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين: المركز الأول سيرهو غراس لاعب غينيا 6 أهداف، المركز الثاني إبراهيم دياز لاعب المغرب 4 أهداف، والمركز الثالث أمين غوري لاعب الجزائر 3 أهداف، وجان فيليب لاعب كوت ديفوار، وكينيدي لاعب زامبيا، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، وريان منديز لاعب الرأس الأخضر، وساديو ماني لاعب السنغال. بالنسبة لصناع الأهداف: المركز الأول برونو لانجا لاعب موزمبيق صنع 4 أهداف، المركز الثاني محمد حمدي لاعب منتخب مصر صنع 3 أهداف، وموسيا سيمون لاعب نيجيريا، وأوسين أوبوليس لاعب جنوب أفريقيا، وألان أوكيلو لاعب أوغندا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.